وأهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الساعة الثانية من استوديو 21 برفقة ضيوفنا الكرام. راح نستكمل حديثنا عن السلاح المنفلت وتأثيره على العملية الانتخابية، لكن نروح إلى استوديوهاتنا في دبي الآن مع تقرير لحسام الأحبابي، حيث جددت الحكومة العراقية والقوات الأمنية تأكيدها على أن الانتخابات العامة مؤمنة بالكامل لحماية إرادة الناخب العراقي في تحقيق هدف التغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع في استحقاق تشرين. كما جدد مجلس القضاء على تحذيره بتنفيذ إجراءات عقابية صارمة لكل من تسول له نفسه بالتفكير بالتلاعب بالعملية الانتخابية أو بنتائجها. إلى دبي. الاستحقاق التشريني مؤمن بالكامل. إذن الصوت الانتخابي بات أكثر مصداقية عبر إجراءات أمنية وقضائية وفنية تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات العامة. فالناخبون العراقيون اليوم أكثر إصرارا على التغيير المنشود بعدما شهدوه من معاناة على مدى السنوات 18 الماضية. بموازاة هذه الإجراءات ومنعا لاستغلال البطاقات الانتخابية القديمة في عمليات الاقتراع، أشرفت الأمم المتحدة عبر بعثتها في العراق على إتلاف بطاقات إلكترونية موقوفة في مخازن الدباج غربي بغداد، يزيد عددها عن 5 ملايين بطاقة بعد أن جرى استبدالها بالبطاقات البايومترية، حيث أعرب مسؤولون انتخابيون عن أملهم في أن يشجع إتلاف البطاقات القديمة الناس على الإدلاء بأصواتهم بكثافة في الانتخابات. على الجانب الأمني، أشرف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الممارسات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات، حيث شدد على أن الوضع الأمني يجب أن يكون حاسما وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد، مؤكدا أن حماية صناديق الاقتراع والمخازن هي أولى مهمات القوات الأمنية باعتبارها واجبا أخلاقيا أمام الشعب ويعزز هيبة الدولة. الكاظمي كان قد كشف أيضا عن تلقي شكاوى عدة من بعض المناطق تتمثل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين لجلب بطاقات عائلاتهم والإدلاء بأصواتهم لها، موجها الأجهزة الأمنية بالتعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة. كما اتهم الكاظمي جماعات لم يسمها بمحاولة ابتزاز الناخب والتأثير على خياراته بالقوة. لنتابع. عندنا شكاوى كثيرة قاعد تجي في بعض المناطق، هناك بعض الكيانات وبعض الأحزاب قاعد تهدد المواطنين في بعض مناطق سكنهم، إنه يوم تجي يجيب لك 5 بطائق 10 بطائق جيب عائلتك، وإذا ما انتخبنا إحنا نعرف شلون نتعاطى وياك. أتمنى من الأجهزة الأمنية تتعاطى مع أي شكوى بكل حسم وبكل قوة، لا تراجعون. هاي الجماعات اللي تحاول تبتز الناخب هي محاولة خطف القرار المواطن ومحاولة التجاوز على الدولة وتجاوز على القانون، وأنتم ممثلي اليوم لهيبة الدولة ممثلي نيابة عن القانون. هذا وتعمل قيادات العمليات المنتشرة في المحافظات على خطط أمنية خاصة وفق توجيهات مجلس القضاء الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، حيث جرى نشر مفارز استخبارية وأمنية قرب مراكز الاقتراع، كما تم نشر أطواق أمنية لحماية الناخبين، فضلا عن تأمين عمليات نقل صناديق الاقتراع إلى المخازن المركزية. هذه عودة إلى الزملاء في استوديو 21. شكرا لك يا حسام على هذا الشرح المفصل والوافي. والآن نرحب بضيوف الساعة الثانية من داخل الاستوديو. نجوى حميد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كركوك، أهلا بك سيدة نجوى. أهلا بكم. ومرشح تحالف تقدم من العاصمة بغداد أحمد المساري، أهلا بك سيد المساري. ومن بغداد أيضا مرشح المشروع الوطني عن العاصمة بغداد السيد محمد الزوبعي، أرحب بك سيد الزوبعي. وسينضم إلينا عبر الهاتف قاطع نجوى
أجمال مرشح ائتلاف دولة القانون عن محافظة ذي قار. أهلا بكم ضيوفي جميعا. خليني أبدأ وياك ست نجوى. سمعتي تصريح المرجعية اليوم وبيانها المتعلق به، يعني هو أجمل بما بالكلام اليوم فيما يخص الأمن الانتخابي وضرورة المشاركة وغيرها من هذه التفاصيل. فأريد أحكي بالبداية عن وجهة نظركم بما قالت عنه المرجعية الدينية العليا في العراق اليوم، وشنو يمثلكم هذا البيان بهاي الفترة الحساسة؟ يعني توصلنا أيام فقط عن الانتخابات. تفضلي. شكرا جزيلا استوديو الشرقية على إتاحة هذه الفرصة. احنا بالنسبة للمرجعية وتصريح المرجعية ضروري للعراق بهذه الوضع الحساس اللي احنا باقينا تقريبا 10 ايام على الانتخابات اللي المزعوم عنها في 10/10/2021. اعتقاد جميع العراقيين ونحن كذلك بأن هو السبيل، هذه التصريح هو السبيل الوحيد للتغيير العراق نحو الأحسن، نحو الأفضل، نحو الهدوء، نحو الأمان بجميع مجالاته، إن سياسية، اقتصادية، اجتماعية. فهذا الانتخابات يعتبر أن تكون نزيهة، شفافة، دون أي فساد، دون أي تعقيد، دون أي غش، لأنه هو تحديد لمصير العراق في جميع المحافظات لأربع السنوات القادمة إن شاء الله. طيب خليني أروح للسيد أحمد المساري. سيد أحمد، يعني إذا أريد أتحدث عن تصريحاتك السابقة بما يخص العاصمة بغداد والوضع فيها وحتى في معظم أو في مجمل المحافظات العراقية، لكن خليني أسألك عن موضوع التهميش للقرار السياسي السني تحديدا بحسب ما أنت دائما تنوه لهذا الموضوع. أولا، هل تعتقد أنه لحد هذه اللحظة هناك تهميش للقرار السياسي السني، أم الأوضاع تغيرت بعد مرحلة داعش وفعلا هناك استقرار سياسي ليس فقط استقرار أمني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة الضيوف ومشاهديكم الكرام. حقيقة يعني اليوم الوضع الموجود في العراق خاصة على الساحة السياسية يختلف عن الوضع ما قبل داعش. هنالك تغير ملحوظ في الوضع السياسي، والذي نريده أن يكون هذا التغير يتوج بتغير كبير وتغيير كبير يصبو إليه كل العراقيين، سواء كان في المناطق الغربية أو في الوسط والجنوب أو في المناطق الشمالية أيضا. والتغيير لا يمكن أن يحصل إلا من خلال صندوق الاقتراع. نريد أن يكون العراقيون كلهم متساوون أمام القانون، المواطن العراقي كله من الدرجة واحدة، سواء كان ابن الغربية أو ابن الجنوب أو ابن الشمال أو ابن الوسط، هذا الذي يريده العراقيون جميعا. لكن مع الأسف بعض السياسات الخاطئة التي كانت تنتهج في إدارة البلد بالفترات الماضية هي التي خلتنا نتكلم بهذه الطريقة وننتقد هذه السياسات. لكن حقيقة أقول اليوم للشعب العراقي وللعراقيين جميعا بأن الفرصة سانحة أمامكم في 10/10 أن يحصل التغيير الذي تصبون إليه من خلال العملية الانتخابية. وبدي أن أقول بأن الانتخابات هذه المرة ترى تختلف عن كل الانتخابات السابقة. هذه المرة الانتخابات ستحدث بقانون انتخابي وبنظام انتخابي ليس كالقانون والنظام الانتخابي السابق. هذه المرة الكرة في ملعب الشارع العراقي، المناطقية وتعدد المناطق، هذه في مصلحة الناخب العراقي. طريقة الترشيح الفردي، هذه بمصلحة الناخب العراقي. الانتخاب البايومتري، هذه بمصلحة الناخب العراقي. المفوضية وتشكيلاتها الجديدة من القضاة أيضا هذه تصب في مصلحة الناخب العراقي. معناه بأن الفرصة سانحة اليوم، يجب أن لا تضيع في أن يخرجوا بقوة ويشاركوا ويختاروا خيارات صحيحة لكي يتغير وضع العراق نحو الأفضل، إذا ما استثمر العراقيون هذه الفرصة التي لن تتكرر. وأقولها بملء الفم، إن صاحب الفضل
في أن يصوت على هكذا قانون، وأقصد قانون الانتخابات وقانون المفوضية وهذا النظام الانتخابي، هو الضغط الجماهيري الذي سلطته الشباب المنتفضة في انتفاضة تشرين، هي التي كان لها الفضل في تمرير هكذا قانون انتخابي وقانون مفوضية والنظام الانتخابي. وإلا لو ترك الأمر للأحزاب والقوى السياسية لما قبلت أن تصوت على هكذا قانون. ولذلك أقول لا تضيعوا جهد شباب تشرين ولا تضيعوا دماء شهداء تشرين، وعليكم أن تستثمروا هذه الفرصة وتذهبوا طيب. إلى التغيير الحقيقي من خلال صندوق الاقتراع. طيب خلي أروح لي السيد الزوبعي مرشح المشروع الوطني عن العاصمة بغداد. سيد الزوبعي خليني أسألك بما يخص ببيان المرجعية في النجف اليوم، تحدثت عن نقطة عن عدم دعم أي مرشح أو أي جهة سياسية بالانتخابات المقبلة، هل هي قطعت الطريق بهذا التصريح على بعض الجهات التي تدعي بأنها مدعومة من المرجعية، هي من تمثل المرجعية، المرجعية تؤيد هذه الجهات بشكل أو بآخر، قطعت الطريق على هذه الجهات المستفيدة من المرجعية الدينية، لو شنو رأي حضرتك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولجمهور قناة الشرقية. بالبداية يعني اليوم البيان اللي صدر من المرجعية الدينية في النجف الأشرف يعني كان تعزيز لكل الآراء اللي يتحدث بها الشارع والمرجعيات السنية والشيعية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمثقفين والأكاديميين، بأنه احنا في ظل ظرف وفرصة تسمح بأن نحدث تغيير في ظل قانون انتخابات جديد، مثل ما تطرق دكتور أحمد بأنه أصحاب فضل عليهم التشرين والمظاهرات وشباب استطاعت أن تغير من سلطة الأحزاب بهذا القانون من خلال تعدد الدوائر الانتخابية، والخيار يكون أسهل وتكون المرشح قريب من الجمهور أكثر. في نفس الوقت احنا اليوم بحاجة الى هذه يعني من خلال هذه التعزيزات، المرجعيات الدينية، شيوخ العشائر، الأكاديميين، المثقفين، الأساتذة، المعلمين، الطلاب، الشباب، الناس اللي هم الطبقة اللي تأثرت من 2003 لحد اليوم، يعني احنا بحاجة لهم في هذا الوقت في يوم 10/10 الى تقديم من هو الأصلح والأبرز واللي نشعر به أمل إلى أنه يساهم في تعديل الكثير من الأمور. أولها سوء الإدارة، البلد تعرض إلى سوء إدارة إذا ما أريد نقول أنه أشبه بماكو إدارة. فاليوم أنت إذا تشوف في كل مفصل من مفاصل الدولة أو مفاصل الحياة تجدها عبارة عن كنتونات وتعقيب معاملات، وأكو ناس تحصل حقوق بالواسطات وناس تبقى تنتظر 7 8 9 سنوات. يعني أبسط مثل هو مثل المحاضرين اللي صار له 7 8 سنين هو محاضر ولليوم ما حصل فرصة تعيين. بالمقابل أكو فرص ثانية تروح إلى قطاعات أخرى يجوز حتى إحنا ما محتاجينها. طيب اليوم الصحة منهكة تعبانة، المدارس تحتاج إلى أكثر من هذا الموجود. اليوم الإدارة في كل مفصل من مفاصل الدولة هي تحتاج إلى تعديل، وهذا التعديل ما يصير إذا ما يخرجون من خلال هاي الانتخابات القادمة 10/10 أشخاص قادرين على تشكيل حكومات قادرة على إدارة البلد. طيب خلي أرجع لك سيد الزوبعي، لكن خلونا نروح للاستطلاعات التي نجريها. فنعتقد أن هذه الاستطلاعات التي نجريها من جميع محافظات العراق بدأت تقرب الصورة شيئا فشيئا عن يوم الاقتراع في 10 من تشرين الأول المقبل. فماذا يقول البغداديون عن العرس الانتخابي؟ نستمع ونعود.
الشباب لازم يطلع الانتخابات، لأن الشباب يريد من عندك أنت هسه تعيين، يريد من عندك أنه تطور مناطقة، يريد من عندك تطور الكهرباء مالته، يريد من عندك تطور الشوارع مالته. فلذلك هاي تجي كلها من بعد الانتخابات. إذا ما كنت انتخابات وإذا ما أكو تشكيل حكومة بعد الانتخابات، هاي كلها الأمور تجي. إحنا بالنسبة لنا أنواع الشباب لازم نبني وطن من خلال الانتخابات. سبيلنا الوحيد اللي بناء الوطن هي الانتخابات. كل شيء يجي من بعد الانتخابات. بناء الدولة تجي من بناء من الانتخابات. التعيينات تجي من وراء الانتخابات. حتى النظام السياسي هو من وراء الانتخابات. يجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية وفعالة، ولا سيما من قبل الشباب. فنرى اليوم التحديث والتثقيف من قبل الشباب، مجموعات كبيرة جدا باتجاه التحديث للتغيير نحو القادم، وإن شاء الله القادم أفضل. لازم يعني بكل الأحوال إحنا لازم نكون نوعي الشباب ونوعي العوائل ونوعي مسؤولين العوائل، إنه نحثهم على البطائق. لما يسحب البطائق إنه نقدر نخليه يروح ينتخب. لازم المشاركة تكون هاي الفترة، يعني فترة الانتخابات تكون مشاركة قوية، حتى إنه بما صارت إنه دوائر انتخابية نقدر نضمن حقوقنا كشباب، نضمن حقنا من النائب. ما نقدر ننتخب على في سبب انه هذا النائب كذا وكذا. ننتخب الانسان اللي يمشي ويانا، اللي نقدر نشوفه. مشاهدينا الكرام من جديد، وخليني أروح للسيد قاطع نجمان مرشح ائتلاف دولة القانون عن ذي قار عبر الهاتف. سيد قاطع، خليني أسألك عن رؤيتك بما يخص تصريحات المرجعية الدينية، لكن يبدو أن الاتصال غير جاهز مع السيد قاطع نجمان. راح نرجع لك في حال أنه قدرنا أنه إحنا نتواصل وياك عبر الهاتف. ست نجوى، قبل شوية بالساعة الأولى كان ويانا الضيف ماجد شنقالي، هو أيضا زميل في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدث عن نقطة المادة 140 المتعلقة بكركوك، وأنت مرشحة عن كركوك. أريد أدخل بتفاصيلها. بكل انتخابات أنت تحكون عن هاي النقطة، وحتى ما بعد الانتخابات وتوصل لحد الخلافات مع المركز، لكن بدون أي تنفيذ لهذه المادة بالطريقة اللي مثل ما تقولون لازم ترضينا وترضي أهالي كركوك. رؤيتكم بالبرنامج الانتخابي الخاص بالديمقراطي الكردستاني عن هاي النقطة. مادة 140 هي مادة واضحة ضمن دستور العراق من وراء 2000، من بعد 2003، وبكل دورات الانتخابية وبكل اجتماعات الانتخابية ضمن برلمان العراق، في قبة البرلمان العراق مادة 140 جارية نقاش بها، جارية اقتراحات بها، جارية تداول في بنودها. المادة 140 ليست ميتة. البعض يظن بأن مادة 140 ميتة، وهذا غير حقيقي، لأن مادة 140 هي مادة مفعلة، وكل وجبات أو كل الدورات الانتخابية برلمان العراق يدرس هذه المادة. ولكن لحد شنو اللي يصير وقت التنفيذ؟ لحد هذه اللحظة، لحد 2021، احنا على أبواب الدورة الخامسة للانتخابات، عدم اعطاء نتيجة كافية وافية لمادة 140 اللي هي خاص بالكرد، بالقومية الكردية اللي يعيشون. احنا ككركوك دا اعيش بكركوك، مادة 140 نستفيد منها نحن الكركوكيين اذا تم تنفيذها بالشكل السليم بكامل جوانبها وبكامل فقراتها. لان مادة 140 هي تحديد مصير الكرد، تحديد مصير قومية الكردية. احنا دا نعيش بكركوك مع اقليات اخرى، مع قوميات اخرى، ولكن لكل قومية لها الحق على الدولة، لها الحق على الحكومة بان تعطي ما لها من حقوقها لهذه القوميات. ولكن احنا الكرد سنظل نتابع مادة 140 الى ان يتحقق جميع بنودها ولصالحنا نحن ككرد كركوك. يعني هذا 140 المادة اللي دتمر بما
مراحل متعددة. طيب. اللي هي مرحلة التطبيع، دراسة كاملة لهذه المرحلة، وإعادة المناطق المتنازعة إلى أحضان كركوك، وبعدها سيكون الإحصائية الكاملة، ثم نبدي إلى أو ننتهي بمرحلة اللي هي الاستفتاء وبيان النتيجة وإعلان النتيجة للشعب كتحقيق مادة 140. طيب هسه الاتصال من المفترض أنه يكون جاهز ويا سيد قاطع نجمان مرشح ائتلاف دولة القانون على المحافظة الضيقة. سيد قاطع تسمعني حتى قبل لا أوجه لك السؤال؟ نعم نعم تفضل. أرحب بك وأسألك عن نقطة تحدثت بها المرجعية الدينية بالنص، تحدثت عن موضوع لازم تكون الأجواء مطمئنة للجميع بالانتخابات وبعيدة عن المال وعن السلاح غير القانوني وحتى عن التدخلات الخارجية. بذيقار الأجواء مناسبة بحسب رؤيتك، وخاصة أنه المحافظة بالفترة الأخيرة غير مستقرة عفوا، لو لا الأوضاع تغيرت ولا ما تغير المحافظ والحكومة حاولت أنه تهدئ الأوضاع بالمحافظة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي ومستمعين قناتكم الكريمة. أهلا بك. حقيقة بيان المرجعية اليوم وضع النقاط على الحروف وأكد على الكثير من القضايا، منها الاختيار الجيد للمرشح، ومنها المساهمة الكبيرة في هذه الانتخابات، وكذلك الوضع الذي تفضلت به هي مسألة السلاح ومسألة المال، وهذا شيء أتصور لا يغيب عن أذهان الجميع. أما بالنسبة إلى وضع المحافظة وخاصة محافظة ذيقار، نحن الآن في محافظة ذيقار والحمد لله الوضع مستتب والوضع الأمني جيد، وكذلك مفوضية الانتخابات تقوم بعمل جيد من خلال الوقاف، وهناك تنسيق مع القوات الأمنية ومع اللجنة العليا لأمن الانتخابات، ونأمل من الجميع التعاون سواء كان على مستوى الحكومة وعلى مستوى المفوضية مفوضية الانتخابات أو القوى الأمنية التي تساند وتحرز صناديق الاقتراع، وتكون يوم 10/10 هي مساعد وعامل كبير من أجل أن يتحقق النجاح في هذه الانتخابات، وتكون الانتخابات نزيهة خالية من كل ما يطرأ عليها كما كان في عام 2018. طيب خلي أروح للسيد أحمد المساري. سيد أحمد، عندكم مخاوف من السلاح المنفلت بالعاصمة بغداد، وخليني أركز على مناطق حزام بغداد لولا، ومن المفترض أن يكون ببرنامجكم الانتخابي موضوع أو رؤية تتعلق بضبط هذا السلاح، لأنه هو بالنهاية بهاي الفترة بالتحديد هو أمر واقع، وربما أنه هذا السلاح المنفلت ومن يحمل هذا السلاح له كلمة مهمة بالقرار السياسي العراقي. سيدتي العزيزة، فيما يخص الدائرة الانتخابية المرشح عليها وهي الدائرة 13 أبو غريب والغزالية والعدل، لا تخوف من هذا الأمر، ولا يوجد سلاح منفلت نتخوف منه في أن يوجه العملية الانتخابية باتجاه هذا الحزب أو ذاك المرشح، لكننا نخشى من أمر آخر، هو وجود المال السياسي الفاسد لدى بعض الشخصيات الذي قد يستخدم هذا المال السياسي الفاسد في شراء ذمن بعض ضعاف النفوس، مما يؤثر على دقة ونجاح العملية الانتخابية. أما في مناطق حزام بغداد عامة، يعني خارج منطقة الانتخابية 13 أبو غريب، أيضا ليس هنالك تخوف من السلاح المنفلت. في حزام بغداد اليوم آمن ومستقر وبيد الأجهزة الأمنية الرسمية الجيش،
والشرطة المحلية لهذه المناطق. فلذلك في حزام بغداد وفي داخل بغداد نحن ليس لدينا تخوف من السلاح المنفلت. قد يكون هذا التخوف موجود في مناطق أخرى في محافظات أخرى، لكن نحن في بغداد وفي حزام بغداد لا نتخوف من هذا الأمر. طيب، لكن أكو جهات، وأكيد أنت حضرتك مطلع على تصريحاتهم، تحاول أن تنطي انطباع عن حزام بغداد بأنه غير مستقر، أو على الأقل هو السبب في عدم الاستقرار الأمني للعاصمة بغداد. فأنت شلون من الممكن أنه أنت ترد على هذه التصريحات؟ وهل تعتقد أنه هذه التصريحات مسؤولة عقلانية، لأنه هي تحاول تأجج الوضع بفترة الانتخابات، وحتى سمعناها قبل فترة الانتخابات؟ هذه التصريحات هي تصريحات غير مسؤولة وغير صحيحة، وتحاول أن تستهدف مناطق حزام بغداد من بعض الجهات السياسية التي تحمل أجندات أجندات غير سليمة. لكن حقيقة الأمر اليوم في مناطق حزام بغداد مناطق آمنة مستقرة، العلاقة بين العشائر وبين الأجهزة الأمنية المتمثلة بالجيش العراقي علاقة طيبة جدا. هنالك بعض العمليات التي قد تحدث مثلا في منطقة الطارمية، حدثت عملية أو عمليتين، لكن أنا أعتقد هذه لن تؤثر على العملية الانتخابية وعلى مسار العملية الانتخابية. كل ما يطلق من تصريحات تحاول أن تستهدف حزام بغداد هي تحمل أجندات سياسية، تحاول أن تستهدف هذه المناطق وتستهدف أهالي هذه المناطق. لكن حقيقة الواقع هذا الأمر معروف. اليوم نحن في أبو غريب الوضع الأمني تمام، جيد جدا. العلاقة بين العشائر وبين الجيش المتواجد سواء كان الفرقة السادسة أو الفرقة 17 العلاقة ممتازة جدا، وأنا أعتقد بأنه هالمرة قطاعات الجيش ستسهل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع، خلافا لما كان عليه في فترات ماضية عندما كانت المناطق ساخنة. لكني أقولها اليوم ومتفائل جدا بأن العملية الانتخابية ستجري بطريقة سلسة وبطريقة سهلة، وسيتم وصول الناخب العراقي إلى صناديق الاقتراع، خاصة وأنه المسؤولين الأمنيين والممسكين بإدارة الملف الأمني أعطوا وعود بأنه لن يكون هنالك منع للتجوال لا للمشاة ولا للمركبات في يوم الاقتراع. وهذا معناه بأن المواطن العراقي سيستطيع أن يصل إلى المركز الانتخابي مهما كان بعد المركز الانتخابي، لأنه سيستخدم سيارته أو يستخدم سيارات عامة ويصل إلى المركز الانتخابي. ولذلك أقول إني متفائل بالمرحلة القادمة، لكن القضية ترى متوقفة على الناخب نفسه. الناخب إذا أراد أن يغير حقيقة وأن يصلح وضع منطقته ومحافظته وبلده، طيب، فعليه أن يندفع للمشاركة بقوة. والمشاركة وخاصة في مناطق حزام بغداد يجب أن تكون المشاركة للرجال والنساء، لأنه الرجل صوت والمرأة صوت. فلذلك تأكيدي من خلال منبر الشرقية ومن خلال قناتكم الكريمة إلى عشائرنا ومناطقنا الكرام في مناطق حزام بغداد، وخاصة ما يخصني هي منطقة أبو غريب، يجب أن تكون هنالك مشاركة واسعة للنساء إذا ما أردنا التغيير للمرحلة القادمة. طيب سيد الزوبعي، هل من الصحيح أنه إحنا نحكي عن موضوع السلاح غير القانوني والسلاح المنفلت بمعزل عن موضوع المال السياسي الفاسد الذي يهدد نزاهة الانتخابات، وهو موضوع مرتبط بموضوع من يمتلك المال الفاسد هو يقدر يشتري سلاح، ومن يمتلك السلاح هو من الممكن أن يؤثر على الجهات التي تمتلك الأموال ويأخذ منها هاي الأموال عن طريق الأتاوات والسرقة وغيرها من هذه الأشكال من السرقات والأساليب غير القانونية. فتعتقد أنه هو الموضوع مرتبط واحد بالثاني، لو الموضوعين منفصلين؟ بالبداية يعني إحنا اليوم يهمنا جدا هو تاريخ 10/10 وما سيحدث في تاريخ 10/10 اللي هو يوم الانتخابات. الانتخابات اليوم الوعي اللي موجود عند الجمهور وعند هاي المناطق أبو غريب غزالية عدل وما رافقها من مجريات اللي على مدار 18 سنة، المال السياسي أو النفوذ السياسي
أو أي أمور أخرى أو السلاح المنفلت. اليوم اللي حافظ على أنه لا يستغل في هاي الفترة، يعني لا يستغل، ما أقول لا يستغل في أمور إجبارية، وإنما قانون الانتخابات، هذا قانون الانتخابات والبطاقة البيومترية وآلية التصويت والاطمئنانات الحكومية والمفوضية بأنه صعوبة تزوير الانتخابات، صعوبة تزوير الانتخابات، وما نشاهده من حزم من الحكومة وقرارات الحازمة في تطبيق القانون بيوم الانتخابات وعدم فرض حظر التجوال. وبصراحة نكون صريحين أنه الناس اليوم دا تثق بالحكومة على أنه تسهل لها أمر المشاركة بالانتخابات. يعني إحنا من خلال جولاتنا في دائرتنا 13، أول سؤال كان يسألنا أنه بيوم الانتخابات أكو حظر تجوال لو ماكو شلون راح نوصل، العقبة شنو، تسهيلاتكم شنو، علاقاتكم ايش راح تسوون. اليوم بدنا نشوف احنا يعني بشخص رئيس الوزراء الثقه والامان انه العمليه الانتخابيه راح تكون متساويه لجميع المرشحين، يعني ما راح نحس انه شخص مفضل على الثاني، بحيث هاي الناس يعني انا كمرشح اليوم اول مره ادخل الانتخابات اشعر باطمئنان انه هاي المرحله اعتقد انه ناخبينا راح يوصلون الى صناديق الاقتراع بكل اريحيه وبكل امان، وهو هذا اللي احنا نريده، نريد المواطن هو اللي يعطي صوته. هذا واحد. اثنين، اليوم النفوذ السياسي او المال السياسي هم اثنيناتهم يعني يؤدون الى نفس الغرض، هو الضغط على الجمهور. الجمهور صار له 18 سنه طالب حاجه، اليوم قبل الانتخابات يحس نفسه في فرصه يقول لك انا اليوم ما حد يلبي لي طلباتي الا قرب الانتخابات. اليوم حاجتهم تصير اصوات، احنا ندعوهم بانه حاجتكم اليوم 10-10، وما سيقول بعدها هو هذا المهم. كل شيء صار قبلها صار يعني احنا كنا تعبنا، بس ما بعدها هو المستقبل، هو مستقبلنا. احنا اللي علينا انه نطمنكم ونطمن دائرة 13 كاملة، ابو غريب، الغزالية، العدل، بانه هذه المرة احنا كمرشحين نشعر ان اصواتكم بامان. نعم. وبإذن الله أنتم راح توصلون صناديق الاقتراع بأمان، فندعوكم للمشاركة وبقوة وبكثافة لتغيير واقع حال البلد، لأنه اليوم المرجعيات الدينية تدعو، الشيوخ العشائر يدعون، مثقف، كلنا نريد تغيير، والتغيير ما يصير إذا مو من خلال بطاقتكم وانتخابكم، شباب، نساء، شيوخ، احنا أمننا بالله ثم بكم أنه تغيرون طبقة من خلال صناديق اقتراع. نعم. طيب سيد الزوبع خليك ويانا، لكن احنا طرحنا بالساعة الأولى سؤال على مواقع الشرقية على منصات التواصل الاجتماعي، السؤال كان هل تعتقد أن انتخابات 2021 ستكون أكثر أمنا من سابقاتها؟ الجواب سيكون مع مروة من داخل الاستوديو لتطلعنا عن بعض التغريدات وردود الأفعال للناس المشاركين بهذا الموضوع وهذا طرح على منصات التواصل. تحية لك وتحية لكل الضيوف وشكرا جزيلا لك سجد. إذن هي ردود جديدة لرواد منصات التواصل الاجتماعي هذه الليلة، وكان يعني سؤال الشرقية في ظل تأكيد الحكومة والأطراف السياسية على ضرورة تهيئة أجواء انتخابية ملائمة، هل تعتقد أن انتخابات 2021 أكثر أمنا من سابقاتها؟ نبدأ من الردود على منصات تويتر مشاهدينا، حيث يقول محمد رياض: الوضع العراقي السياسي والأمني الآن يشهد حالة مد وجزر بين استقرار وتصعيد وسيطرة الأحزاب والتلاعب بمقدرات الشعب، وبالتالي كل السيناريوهات تقود إلى العزوف وعدم المشاركة. فحتى لو كان الأمن متسبب افتراضيا، لكن هل ستكون الانتخابات نزيهة؟ والجواب
كلا. أما مرام أشوري فتساءلت قائلة: الله الحافظ. والسؤال الأهم: هل سيتغير الحال؟ أخيرا في تويتر مع محمد خوشناو والذي قال: تتطلع أو نتطلع لعراق آمن ومستقبل أفضل في هذه الانتخابات وما بعدها. وأيضا هذه كانت الردود على تويتر. ننتقل إلى منصة فيسبوك ونبدأ مع صفاء صبري: أكيد أكو أمان، لكن المشكلة بعدد المشاركين. ويؤكد من جانبه يوسف السامي الرائي على الأمن ويقول: نعم أكو أمن، لكن بالمرشحين ماكو أمان. محمد حميد الدراجي يقول: بيت راح يرجع ينبني وراح يتعمر، لأن الشعب العراقي حتى وانتهى لسنوات راح يرجع ينبل الطريق. هذه كانت مجموعة من الردود، وننتظر مشاهدينا المزيد والمزيد، والعودة إلى سجد وضيوفها. شكرا لك يا مروة، وراح نرجع بالتأكيد لنكمل حوارنا. والسؤال حاليا موجه إلى سياسة نجوى فيما يتعلق بكركوك، الأمن الانتخابي بهذه المحافظة، وخصوصا أنه عدة أطراف هي مشاركة بالقرار الأمني بداخل المحافظة، لكن مثل ما قالوا ضيوفي بالحلقات السابقة وهم عن الديمقراطي الكردستاني، أنه البيشمركة بعدم وجوده في كركوك وبالقرار الأمني الكركوكي هي كركوك غير مستقرة. نعم، احنا كركوك قبل 16 اكتوبر 2017 كان بوضع ما بعد 16 اكتوبر 2017. اول خلينا نوضح الوضع قبل 16 اكتوبر 2017. الوضع بكركوك كان بشكل سليم مستقر، جميع اهل كركوك بجميع قومياتها كانوا يعيشون بسلام بدون اي مشاكل، بدون اي اشكالات، ان كانت سياسيا، ان كانت اقتصاديا، ان كانت اجتماعيه، حالة استقرار واضح في كركوك. ولكن بعد 16 أكتوبر 2017 الوضع اختلف نحو أسوأ. غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك له فراغ شاسع، بحيث كل أهل كركوك أو كل الكركوكيين حسوا بهذا الفراغ اللي أدى إلى عدم استقرار الوضع داخل كركوك، ووجود نوع من الخوف لدى أهالي كركوك، وبالأخص المناطق أو القرى الأطراف كركوك لهم الخوف. هذا الخوف ادى الى ان يلجأوا الى مركز كركوك او مركز القضاء، واتراك القرى ادت الى اخلائهم، يعني من سكانها، من مدارسها، يعني من مراكزها الصحيه. نعم يعني بعد 16 اكتوبر. نعم 16 اكتوبر كون الخوف سيطر على اهالي كركوك وبالاخص القرى التابعه الى قضاء داقوق، مما أدى هذا الخوف إلى أن يترك أهل القرية قريتهم والنزوح إلى مركز داقوق أو إلى مركز كركوك. فهذا النوع من عدم الاستقرار أدى إلى وجود خوف داخل كل كركوك، بحيث يمارس حقه المشروع كمواطن يعيش بسلام، يعيش بنوع من الوضع السياسي الآمن داخل المحافظة. فهذا عدم الاستقرار وهذا الوضع من عدم وجود طبعا القوات البيشمركة اللي انسحب من بعد 16 أكتوبر، فنتمنى أن يرجع الوضع إلى نوع من الاستقرار قبل 10/10، قبل أيام الانتخابات، بحيث كل كركوك يؤدي صوته بكل ثقة بدون أي خوف لأي مرشح هو يظن بأن هذا المرشح سوف يخدم كركوك، سوف يخدم كركوك من جميع جوانبه. فأودت القوات البيشمركة إلى مناطقهم، فهذا يؤدي إلى عودة القرى إلى
قراهم وممارسة حياتهم اليومية وبيان المصدر رزقهم اللي هو من الزراعة أو من الحصاد. فهذا تأثير حتى أدى إلى الوضع الاقتصادي لأهالي هذه القرى. فعدم زراعتهم لقريتهم أو عدم امتلاكهم لأراضيهم أو لممارسة حق الزراعة فيه أدى إلى نوع من النزول في الوضع الاقتصادي لدى هذه العوائل التي كانوا يعيشون ضمن هذه القرى وهسه نزحوا إلى مركز كركوك أو مركز القضاء. طيب سيد أحمد المساري، بما أنه الست نجوى حكت عن موضوع متعلق بالوضع الاقتصادي لأهالي القرى والنواحي لأطراف كل محافظة، فخليني أسألك عن أطراف العاصمة بغداد. هي سلة بغداد الغذائية من المفترض أن تكون هذه المناطق، لكن هناك من يقول وحتى من أبناء هذه المناطق أنه هي يعني انهملت بالفترة الأخيرة المزارعين وغيرهم. فبمشروعكم بتحالف تقدم أكو رؤية لهذا الموضوع وأنه أنتم من الممكن أن تدعمون ببرنامجكم الانتخابي للفترة المقبلة الوضع الاقتصادي لهذه المناطق؟ نعم سيدتي العزيزة، يعني في منطقتنا الانتخابية وخاصة منطقة قضاء أبو غريب وأيضا الغزالية والعدل وكل مناطق حزام بغداد، الوضع الاقتصادي نعم مثل ما ذكرتي وضع متردي، لكن سيدتي العزيزة اليوم اهتمامات أهالي هذه المنطقة هي ليست خدمات ووضع اقتصادي، هنالك ملفات أكثر أهمية ولها أولوية أولى بالنسبة لجمهورنا في هذه المناطق، وهو الملف الإنساني المتمثل بملف المعتقلين والمغيبين والنازحين والوضع الأمني لمناطقنا وتركيبة مناطقنا، هذا له أولوية. ثم يأتي بعد ذلك الملف الخدمي وملف فرص العمل للشباب الذي أيضا تعاني منها مناطقنا، ولكن لا يمكن أن تحل هذه الملفات وتعالج هذه الملفات كلها إلا من خلال خيارات صحيحة للناخب العراقي. فجوابا لسؤالك حول الوضع الاقتصادي لمناطقنا، نعم مناطقنا فيه مناطق ريفية تعيش على الزراعة ومناطق مدنية ممكن أن تكون صناعية أو تجارية أخرى، وهذه القطاعات كلها تحتاج إلى الإصلاح، ونحن في تقدم لدينا مشروع، وهذا المشروع هو بناء دولة مؤسسات حقيقية فيه ينتعش القطاع الزراعي، مما يجعل الشريحة الواسعة من أبناء حزام بغداد وعلى رأسهم أبناء قضاء أبو غريب أنه خلاص ينتعشون ويصير لهم مورد جيد. وإلا اليوم الفلاح يزرع وينتج وعندما يأخذ بضاعته إلى السوق يجد أن البضاعة الأجنبية تنافسه ولا يستطيع أن يبيع بما يسد خسائره على هذا المحصول، وهذا تعاني منه كل مناطقنا الزراعية ويعاني منه القطاع الفلاحين. هذا الأمر يجب أن يعالج ويجب أن يوضع له حل من خلال دعم الفلاح ودعم مشاريع الزراعة في هذه المناطق، إضافة إلى حماية المنتوج المحلي لهذه المناطق من الزراعة حتى يستطيع الفلاح أن يحصل على قوته وعلى مكاسب اقتصادية جيدة تجعل منه مكتفي ذاتيا ولا ينافس ابن المدينة في الشغل اللي يحتاجه. اليوم ابن الفلاح تجده ينافس ابن المدينة على التعيين والدرجة الوظيفية، تجده ينافسه على الأشغال اللي تصير في المدينة لأنه وضع الفلاح وضع القطاع الزراعي غير جيد. لذلك هذا الملف بالنسبة لنا له أولوية وملف مهم، إضافة إلى ملف القطاع الصناعي. اليوم هنالك كثير من المعامل مغلقة اليوم في بلدنا وأيضا في قضائنا هنالك كثير من المعامل مغلقة ومتوقفة، هذه المعامل لو تفتح وتؤهل ويتم العمل بها ستستقطب الكثير من شبابنا اليوم العاطلة عن العمل، ولو صار هنالك دعم للقطاع الخاص وبنيت كثير من المعامل على الخاصة ممكن أن تستقطب اليد العاملة وأيضا ممكن أن تستقطب منتوج الفلاح في منطقتنا، وهذا معناه يصير حركة اقتصادية كبيرة جدا. هذا هو مشروعنا، نحن
في تقدم نريد النجاح الذي تحقق في محافظة الأنبار من ناحية الإعمار والبناء والنهضة التي حصلت في محافظة الأنبار نريدها أن تمتد إلى بغداد وخاصة مفتاح بغداد من ناحية محافظة الأنبار هو أبو غريب والغزالية والعدل. نريد هذا الإعمار أن يمتد إلى هذه المناطق وقد بدأنا حقيقة بحملة إعمار كبيرة من خلال صندوق الإعمار اللي اليوم يتولى كثير من مشاريع إعمار هذا القضاء ولدينا مشروع كبير جدا لإصلاح مناطقنا وإصلاح محافظاتنا من خلال ثورة كبيرة إذا ما الله وفقنا سبحانه وتعالى واستطعنا أن نحصل على مقاعد عدد من المقاعد يؤهلنا أن ننفذ مشروعنا السياسي ومشروعنا الانتخابي إن شاء الله. سيد المساري أنا حرجع لك بعد شوية عن نقطة تتعلق أنت تحدثت عنها اللي هي موضوع المعتقلين وملف المغيبين وراح نحكي عن نقطة قانون العفو العام، لكن خلونا نروح إلى محافظة الأنبار. هذا التقرير بعد ما قلنا أنه إحنا مستمرين بعرض سلسلة التقارير عن بيانات الانتخابات والدوائر الانتخابية من جميع المحافظات العراقية، وهذا التقرير عن الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة الأنبار. إلى هناك. جولة انتخابية خامسة يخوضها العراق يتنافس فيها المرشحون لشغل 329 مقعدا برلمانيا، تسعة منها مخصصة للمكونات، ويضمن نظام الكوتا تحقيق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25% من المقاعد الكلية. قسمت إلى أربع دوائر انتخابية بلغ مجموع المرشحين فيها 334 مرشحا يتنافسون لشغل 15 مقعدا انتخابيا في البرلمان العراقي، أربعة مقاعد منها مخصصة للنساء. وبلغ العدد التقريبي المحدثي سجلات في المحافظة 560,516. أبرز الكيانات والتحالفات المرشحة فيها تحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة القانون وكوتا المكونات وآخرون. بلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى 81 مرشحا، 25 منهم من النساء يتنافسون لشغل أربعة مقاعد برلمانية، واحد منها للنساء. بلغ عدد المرشحين في الدائرة الثانية 92 مرشحا، 21 منهم من النساء يتنافسون لشغل أربعة مقاعد برلمانية، واحد منها للنساء. أما الدائرة الثالثة بلغ عدد المرشحين فيها 74 مرشحا، 18 منهم من النساء يتنافسون لشغل ثلاثة مقاعد برلمانية، واحد منها للنساء. وفي الدائرة الرابعة بلغ عدد المرشحين 87 مرشحا، 28 منهم من النساء يتنافسون لشغل أربعة مقاعد برلمانية، واحد منها للنساء. مشاهدينا الكرام بالساعة الثانية من استوديو 21، وأرجع لضيفنا أحمد المساري هو مرشح تحالف تقدم عن العاصمة بغداد. سيد المساري أنت ذكرت قبل شوية عن أنه أهم نقطة ببرنامجنا الانتخابي هي متعلقة بمعاناة أطراف العاصمة بغداد وأبناء هذه المناطق من موضوع المعتقلين، بعضهم معتقل بتهم يعني هي ربما تكون كيدية أو بوشاية المخبر السري أو غيرها، وأيضا نقطة المغيب ومصير هذول المغيبين، هل هم على قيد الحياة أم لا، من الجهات اللي اختطفتهم وليش اختطفتهم. تعتقد أنه الظروف مناسبة إلى أنه أنتم تفتحون هذا الملف، لأن كل فترة ينفتح هذا الملف لكن بدون نتائج، ينفتح ملف القانون العفو العام بمجلس النواب لكن لا يقر أو لا يقر بالطريقة التي تتناسب مع الظروف التي مرت على العراق بعد 2014 تحديداً.
سيدتي العزيزة، هذا الملف لم يغلق بالنسبة لنا ولا يوم واحد، وهو نصب أعيننا في كل مناسبة وفي كل منبر إعلامي وفي كل لقاء وفي كل نقاش مع الشركاء السياسيين، لأنه ملف حساس وملف إنساني خطير جدا. نحن نتكلم عن آلاف من المعتقلين المحكومين أبرياء دخلوا السجن بتهمة المخبر السري والدعاوى الكيدية، وانتزعت الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه وحكموا على هذا الأساس. هذه هي المشكلة، وهؤلاء بالآلاف. وعندما أتكلم عن رقم حقيقي سأتكلم عن 23 ألف معتقل محكوم بالإعدام ومؤبد، وهؤلاء لا يقل عن 90% يعني نص المعتقلين اللي بالعراق، لأن بحسب وزارة العدل قالت بأنه تقريبا من 40 ألف إلى 50 ألف معتقل بجميع السجون بداخل العراق، يعني تقريبا نصهم محكومين بالإعدام وهم أبرياء. أنا سأتكلم، لا أنا سأتكلم عن المحكومين وفق المادة 4 إرهاب سيئة الصيت، وأتكلم عن أبناء المناطق اللي تهموا بهذه المادة. هؤلاء هم عددهم 23 ألف ومحكومين يا أما إعدام أو المؤبد أو الأحكام الطويلة 15 سنة فما فوق. والمشكلة نحن لا نتكلم عن الإرهابيين. الإرهابيين سيدة العزيزة هنالك من يدفع لهم، هنالك جهات إرهابية متنفذة لديها أموال كبيرة تدفع لهم، وبسبب الفساد الموجود في بعض المحققين يخرجون الإرهابيين، والمصيبة تقع برأس البريء، وهذا ما تعاني منه مناطقنا. فاليوم هنالك أعداد كبيرة من المحكومين والمعتقلين اليوم نزلاء هم أبرياء، انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب والإكراه، وهذه هي الشريحة التي ندافع عنها. نحن جاهدنا كثيرا خلال الدورات الماضية أن نشرع قانون عفو عام ينصف هذه الشريحة الواسعة، لكننا لم نستطع لأن شركائنا بالعمل السياسي لا يؤمنون بما نؤمن به. ولكننا نجحنا في 2016 بأن نشرع قانون فيه مادة واحدة يعني تفيد هؤلاء المعتقلين الأبرياء، وهي مادة إعادة المحاكمة، والتي تنص المادة 9 أولا التي تنص على أنه لكل من ادعى انتزاع الاعتراف منه بالتعذيب والإكراه، أو بنيت قضيته على أساس اعتراف متهم آخر، أو بنيت قضيته على أساس المخبر السري، له حق إعادة المحاكمة. وبدأنا نشتغل على إعادة المحاكمة لهؤلاء الأبرياء، واستطعنا أن ننصف عدد لا بأس به. أنا أقول لك أنا عندي فريق قانوني يشتغل في مكتبي، نجحنا في أن نحصل على نتائج جيدة، أخذنا إفراج لعدد كبير من أكثر من 2100 معتقل ونزيل، أخذنا لهم إفراج وأطلق سراحهم. هذه معناه بأنه لا زال هنالك آلاف أخرى هم أبرياء ونايمين بالسجن. بعض الحالات اللي ظهرت للإعلام مثلا اللي شفناه ببابل، واللي اعترف على أنه زوجته هو اللي قتلها، وبعدين طلعت هي أساسا ما مقتول وهي على قيد الحياة، عزز من موقفكم وأثبت أنه أنتم اللي على حق، وأنه فعلا أكو حالات تعذيب تصل ربما إلى حد أنه شخص يعترف بجريمة هو أساسا ما ارتكبها، وهي أساسا هاي الجريمة ما ارتكبت. هذا واحد، مثال واحد، هذه كانت مثال حي للكلام الذي كنا نقوله عندما كنا نتكلم عن تعذيب المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم بهذه الطريقة. لا يصدقون شركائنا السياسيين، بل يتهمون إلى أنه إحنا نتصرف بنفس طائفي، أن نميل إلى مكون على حساب مكون آخر، وهذا هو خلاف الواقع تماما. نحن ندافع عن الأبرياء أيا كانت خلفيتهم ومكونهم. البريء أينما يكون نحن ندافع عنه، وعندما يكون الأبرياء من أبناء حزام بغداد أو من المناطق الغربية ندافع عنه، وبنفس الهمة وبنفس القوة عندما يكون من أبناء الوسط والجنوب أيضا ندافع عنه. والدليل على ذلك بأنه عندما انطلقت مظاهرة تشرين وأيضا اعتقل واستهدف أبنائنا من ثوار تشرين، دافعنا عنهم بنفس الهمة ونفس القوة. سيدتي العزيزة، هنالك أؤكد بأن هنالك آلاف
آلاف من المعتقلين اليوم لا زالوا ينتظرون من ينصفهم. هذا في ملف المعتقلين، وبإذن الله نحن في مشروعنا وفي يعني إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا بالمراحل القادمة لن يهدأ لنا بال، ولن نترك هذا الملف إلا أن نخرج آخر معتقل بريء من السجون. نحن سنعمل على قانون عفو عام أفضل وأشمل خلال المرحلة القادمة، وسنخرج كل الأبرياء من السجون. طيب. وأيضا هنالك الملف الآخر الذي ذكرت سيدتي العزيزة، ملف المغيبين. تعلمين جيدا بأن هذا الملف ملف إنساني وحساس جدا، هنالك 12,000 مغيب. طبعا هذا الرقم من مفوضية حقوق الإنسان، وارجعي إلى الأرشيف وارجعي إلى اللقاءات السابقة وشوفي أنه مفوضين في مفوضية حقوق الإنسان هم الذين قالوا لنا بهذا الرقم. هؤلاء لا زالوا لا نعرف مكانهم ولا نعرف مصيرهم. مطالباتنا من أن نعرف مصيرهم حتى نطمئن أهاليهم، نطمئن عوائلهم. طيب. هل هم أحياء؟ خلي نشارك سيد الزوبعي بهاي النقطة، موضوع المغيبين وموضوع المعتقلين. سيد الزوبعي، بمشروعكم يعني مشروع الوطني العراقي، هل تتفقون مع تحالف تقدم بهذه النقاط، وأنتم من الممكن أن تجتمعون معهم برؤية موحدة بعد الانتخابات لحسم هذا الملف الحساس بالنسبة لمكون عراقي، أو حتى يمكن بالنسبة لكل المكونات العراقية؟ لأن الظلم للأسف شمل الجميع، ما شمل جهة على حساب جهة ثانية. احنا مو بعد الانتخابات، احنا مو بعد الانتخابات نتفق على هذا المشروع. احنا اليوم متفقين على هذا المشروع، موضوع المعتقلين والمغيبين والمظلومين وكل شخص تعرض الإساءة، احنا متفقين كل الأحزاب حتى تقدم، عزم، أحزاب الشيعية. بالمناسبة احنا كنا نتفق على انهم اكو مظلومية، بس انا اريد ارجع انوه على موضوع ذكره استاذ احمد اللي هو موضوع الاعمار. يعني احنا نريد نستنسخ باختصار سيد الزوبعي. احنا ابو غريب، احنا ابو غريب. نعم 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 ست، بس اعطيني وقتي، يعني اعطيني وقتي ست، رجاء اعطيني وقتي. الانبار الفلوجة القرمة ابو غريب، احنا يعني متحاددين، احنا نريد تجربة الانبار. طيب. تجربة الانبار. طيب. اللي موجود بها على الموجود على الساحة اللي هي خدمات طرق. احنا اليوم نريد زراعة. طيب. اليوم نريد صناعة، اليوم طيب. نريد وصلت الصورة سيد الزوبعي. انا مضطرة انه اني اختم وياك، لكن بسبب ضيق الوقت شكرا جزيلا لحضرتك مرشح المشروع الوطني عن بغداد، والشكر موصول لأحمد المساري مرشح تحالف تقدم عن العاصمة بغداد، ومن داخل الاستوديو سيدة نجوى حميد مرشحة الحزب الديمقراطي عن محافظة كركوك. وشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. والآن ننتقل إلى استوديوهاتنا في لندن مع آلاء وسعيد وحصاد الأخبار. إلى هناك.